الأخوات أطباء وطبيبات في الكلينيكال باثولوجي، إحنا على موعد مع الحلقة الثانية من حلقات البلاد جاز انتربريتيشن. والنهاردة طبعا أنا بشكر المرة اللي فاتت اللي كانوا حاضرين. المرة اللي فاتت قلنا إزاي الستبس أوف انتربريتيشن أوف بلاد جازز، وتناولنا شرحنا عن إيه بي اتش والأرقام بتاعته النورمال إيه والبايكارب النورمال إيه وحكاية البي سي أو 2 والكلام ده. أعتقد إحنا فصلنا هذا الكلام، وتناولنا الميتابوليك اسيدوزس، وقلنا ان الميتابوليك اسيدوزس البي اتش يبقى ايه، يا قليل يا نورمال. ولما يبقى نورمال بس هناك كومبنسيشن، يبقى كارب قليل في البي سي او 2 قليل فمعادلين بعض، هلاقي البي اتش في حدود من 7.35 لاقل من 7.4. البايكارب لازم يبقى قليل عشان اقول ميتابوليك اسيدوزس اقل من النورمال، وقلنا النورمال من 22 ل 26، يعني لو خدنا رقم 24 في النص يبقى ده شيء جميل. البي سي او 2 35 ل 45، هلاقي في الميتابوليك اسيدوزز السيمبل يبقى قليل، وقلنا الكومبنسيشن اما يكون البايكارب عارف قليل يبقى اسيدوزز. اتوقع البي سي او 2 بضرب 1.5 في البايكارب زي 8 زائد او ناقص 2. الخطوه اللي بتالي ان انا حطيت ايدي ان الميتابوليك اسيدوزز لازم اشوف الانايون جاب. الانايون جاب قلنا صوديوم زائد بوتاسيوم في جنب، او صوديوم لوحده لانه البوتاسيوم رقمه قليل، يبقى ده ممثل للكاتايونز، واطرح منها الانايونز اللي هو النيجاتيف تشارجد بايكارب كلورايد، هلاقي الفرق نورمالي في حدود 10 12 حاجات زي كده. ده ليه الفرق ده بيجي من البلازما بروتينز وعلى راسها الالبومين على نيجاتيف تشارج وما بقدرش وما بيساش في المعادله. وقلنا الايون جاب بتقسم لي الميتابوليك اسيدوزس الى قسمين، هاي انايون جاب ونورمال انايون جاب. والمره اللي فاتت تناولنا موضوع جزء كبير من الهاي انايون جاب، وقلنا حسبنا الدلتا انايون جاب ودلتا البايكارب، وقلنا الدلتا انايون جاب هو رقم الانايون جاب اللي طالع من المعادله ماينس ال10 او ال12، فيبقى ده الفرق، يبقى اسمه الدلتا. ده الفرق الانايون جاب اللي موجود من النورمال اسمه دلتا. الدلتا البايكارب هو برضو نفس الكلام، عندي بايكارب وعندي نورمال بايكارب 24، يعني لو البايكارب طالع 10 والنورمال 24 يبقى دلتا البايكارب 14. وقلنا المفروض لو هي الماده اللي اتضافت للنيجاتيف اللي اتضافت زي اللاكتيت في اللاكتيك اسيدوزس والاستيت في الدايبيتيك اسيدوزس، النيجاتيف ده هي بتاخد طبعا من قيمه البايكارب، فلو هي هياها البايكارب هيقل مثلا 10، الايون جاب يزيد 10 لان يعني اضافت ماده وانا ما بحسبهاش فتزود الايون جاب. يبقى اذا معدل التغير في الايون جاب هو نفس المعدل التغير في البايكارب، يبقى الاس كده سيمبل وهاي ايون جاب بس. فقلنا لو الدلتا الايون جاب اكسيد تماما البايكارب، يعني الدلتا الايون جاب، الايون جاب بدل ما يبقى 12 او 10 طالع لي 40، يبقى كده زاد كام؟ 30 تقريبا 30. والبايكارب لقيتها بدل ما تنزل الاول لقيتها 20، من 22 بقت 20، يبقى نزلت نزول بسيط خالص، النزول بسيط خالص، والايون جاب زاد قوي، يبقى اذا البايكارب ما نزلش النزول المتوقع، يبقى هناك ريتنشن او هناك فقدان الاتش اس ال عن طريق الفوميتنج، يبقى ده ميتابوليك الكالوزيس ان كومبينيشن اوف اسيدوزيس. كلنا بنعرفها، بنشوف دلتا الايون جاب زائد البايكارب اللي موجود قدامي، لو زاد عن 32 يبقى في كومبوننت ميتابوليك الكالوزيس مع الميتابوليك اسيدوزيس. العكس لو انا عندي الدلتا البايكارب هي اللي عنيفه جدا، يعني البايكارب الدلتا الايون جاب مثلا بدل ما يبقى 10 او 12 بقى 20، يبقى زاد 8. ودلتا البايكارب بدل ما تبقى تنقص 8 من 24 تبقى 16 لقيت 5، يبقى هناك سبب اخر من كومبوننت تاني غير الهاي ايون جاب، لان لو هاي ايون جاب كانت البايكارب بتبقى 16 ما تبقاش 5. ايه اللي خلاها كده؟ ان هناك دياريه مثلا او رينا تبقى اسيدوز، يبقى ده قلناه المره اللي فاتت. طيب تعالوا نحل هذه الاسئله، والاسئله دي برضو حطيناها في الجزء الاول، هنعيدها تاني. البايكارب هنا البي اتش هنا 7.4 يبقى نورمال، لان النورمال من 7.35 ل 7.45. البي سي او 2 امتى اقول ده نورمال تماما؟ نورمال اسيد بيس، لو كل حاجه بقى نورمال بعد كده البايكارب بي سي او 2، البي سي او 2 نورمال، بايكارب نورمال، الايون جاب في المساله دي 10، الدلتا من ال 24 ناقص 24 يبقى صفر، يبقى دلتا البايكارب صفر، دلتا الايون جاب النورمال 10 وناقص 10 يبقى صفر، يبقى ما عنديش دلتا، يبقى ده حاله نورمال اسيد بيس ستيتس. لو جينا للمساله دي طبعا البي اتش هنا ماركلي ريديوسد او ريديوسد اقل من النورمال، يبقى اسيدوزس مش فيها كلام. البي سي او 2 ما يفسرهاش، لان لو البي سي او 2 هو سبب الاسيدوزس كان المفروض يبقى اعلى
من ال 45 فيبقى مش ريسبيراتوري، لكن دي ميتابوليك لان البايكارب قليل يبقى ميتابوليك اسيدوزس. الايون جاب 20 ده هاي، الايون جاب اسيدوزس. دلتا الايون جاب ودلتا البايكارب زي بعض يبقى دي حاله هاي الايون جاب اسيدوزس سمبل. طيب ده 7.1 ايفن البي اتش اقل فده برضه اسيدوزس، البايكارب قليله جدا فده تفسر ميتابوليك اسيدوزس. التغير البي سي او 2 في نفس اتجاه البايكارب لكن ما قدرش يظبط البي اتش فده بارشال كومبنسيتد. هاي الايون جاب اسيدوزس لان الايون جاب 20، دلتا البايكارب اكتر يبقى ده هاي الايون جاب لكن معاه نورمال الايون جاب كومبوننت، يعني هاي الايون جاب في حاجه عامله هاي الايون جاب من اسباب الهاي الايون جاب اللي هي المود بايلز، ميثانول، يوريميا، ضابط اسيدوزس، برالدهايد، اي ان اتش انتوكسيكيشن، اللاكتيك اسيدوزس، ايثيلين جليكول سالسيت انتوكسيكيشن، زائد جه عليها كومبوننت من كومبوننتس النورمال ايون جاب زي ايه؟ زي الدايري. بعد كده ده هنا القصه هنا اختلفت عن الاشياء الاخرى، ده فوق ال 47 ده ميتابوليك الكالوزس ما فيش فيها كلام لان البايكارب هنا 34 يعني حاله الكالوزس، البي سي او 2 ما يفسرهاش، يفسرها البايكارب العام في ميتابوليك الكالوز. المثال اللي بعد كده 7-38% ده ايه؟ نورمال، يس ممكن يبقى نورمال بي اتش او اسيدوزس وكومبنسيتد. بقول اسيدوزس ليه؟ لانه تحت 7.4. ايه اللي هيفرق النورمال اسيد بيز ستاتس من كومبنسيتد اسيد بيز ديستربنس؟ انا اشوف ارقام البي اتش والبايكارب هنا 20 ده اقل من الطبيعي يبقى ميتابوليك اسيدوز، وهنا البي سي او 2 35، الانايون جاب 26 يبقى هاي انايون جاب اسيدوز. الدلتا انايون جاب هو اللي عالي، دلتا الانايون جاب هو اللي عالي اكتر بكتير من البايكارب، من دلتا البايكارب. نجمع الدلتا الايون جاب ال 16 مع البايكارب ال 20 يطلع 36، يبقى هناك مع الهاي الايون جاب اسيدوز ميتابوليك الكالوزس، يبقى ده كومبايند ميتابوليك اسيدوز هاي الايون جاب بلس ميتابوليك الكالوزس، والكلام ده قلناه المره اللي فاتت. طيب انا قلت ان عندي هاي الايون جاب يلزمني حاجتين، اشوف الدلتا معدل الدلتا واشوف حاجه ثانيه اسمها اوزمولر جاب في بلازما. البلازما اوزمولر جاب بتحسب ازاي؟ نطلب من المعمل لو سمحت احسبوا لنا الاوزمولاريتي في السيرم، فيطلع لي رقم، يطلع لي مثلا 290-280، فهيبقى ده اسمه ده ميجرد اوزمولاريتي بيحسبوها بالفريزنج بوينت. وانا احسب الاوزمولاريتي على حسب من المعادله، المعادله دي بتقول ايه؟ البلازما اوزمولاريتي بتساوي 2 مضروبا في الصوديوم، وممكن ان في ناس تضيف البوتاسيوم مع الصوديوم، يعني الصوديوم 135 يبقى 2 في 135، البوتاسيوم 4 مثلا يبقى برضه نفس الكلام 2 في 4، يبقى الصوديوم زي البوتاسيوم 135 زائد 4 في 2. لكن في ناس بتقول لك البوتاسيوم ده رقمه قليل فمش مشكله، فايا كان 2 في الصوديوم زائد البلازما جلوكوز، بس نخلي بالنا تمييز الجلوكوز ايه؟ ملي مول بير لتر، يعني انا لو حاسبه في معمل بالملي جرام بير ديسيليتر يلزمني احوله بالملي مول، وده بقسم على 18، يعني الجلوكوز عشان احوله من ملي مول بالليتر لملي جرام بضرب في 18، انا حاسبه بالملي جرام اقسم على 18، يعني لو عندي 180 السكر 180 اقسم على 18 يديني 10 ملي مول، عندي 10 اضرب في 18، لكن انا هنا بحتاجه بالملي مول بالليتر. البلاد يوريا نيتروجين، مش اليوريا، البلاد يوريا نيتروجين بالملي مول احوله ازاي؟ لو محسوب ملي مول اتس اوكي، مش محسوب ملي مول ومحسوب ملي جرام بير ديسيليتر اقسم على 2.8. يبقى تاني الكالكوليتد سيرم اوزمولاليتي بتساوي 2 في الصوديوم زائد البوتاسيوم، يبقى الصوديوم في البوتاسيوم زائد البوتاسيوم اتجمع على بعض اضربه في 2، او الصوديوم في 2 زائد الجلوكوز بالملي مول بير لتر زائد البي او ان بلاد يوريا نيتروجين بالملي مول بير لتر. وديت بحسبها ازاي؟ بشوف البلاد يوريا نيتروجين واقسمها على 2.8. يبقى خلاص حسبنا. افرض طلع عندي انا المعمل قال لي بالفريزنج بوينت البلازما اوزمولاريتي 290، حسبتها طلعت 270، يبقى الفرق هنا كام؟ الفرق ما بين الكالكوليتد اللي انا حسبتها والميجرد اللي معمول بالمعمل 20 مزمول بير لتر، لو زاد عن 10 يبقى هناك اوزمولر جاب، هاي اوزمولر جاب. الهاي اوزمولر جاب دينوتنج الكحول، وده احنا قلنا المود بايلز عباره عن ميثانول ده الكحول، وانيوريميا، دايبيتكت اسيدوزيس، برالدهايد، اي ان اتش، لاكتيك اسيدوزيس، ايثيلين جليكول الكحول. يبقى اذا انا عاوز اشوف ده ميثانول، ايثيلين جليكول، بروبايل الكحول، اي حاجه من الحاجات ديت، فهدور بيسموها مي داي. يبقى تاني اسباب الهاي اوزمولر جاب
ان الفرق ما بين الميجرد والكالكولوس ما اكثر من 10. المينومونيك ده مي داي ميثانول ايثيلين جلايكول ايزوبروبايل الكحول وايثانول ومعاهم اوزموتيك دايريتك لايك مانيتول. يبقى ده الاسباب. يبقى احنا قلنا دلوقتي ايه الهيلوين جاب اسيدوزس بالنسبه لي ككلينيكال باثولوجي، بالنسبه لي كلابوراتوري بارامترز بحسبها بشوف دلتا البايكارب دلتا الهيلوين جاب دي في ايديا، ده واحد. اثنين بحسب الاوزمولار جاب عشان اعمل مور ديسكريمينيشن. يبقى الهيلوين جاب بيحصر لي الاسباب هاي ونورمال، الاوزمولار جاب خلاص هركز بقى على الهاي الهيلوين جاب يفصلها لي من الالكوهوليك كومبارتمنت للاذر نون الكوهوليكس، والدلتا مع الدلتا يديني بقى هل هي سمبل هاي الهيلوين جاب ولا معاها نورمال الهيلوين جاب كمان ولا معاها ميتابوليك الكالوز زي ما بينا في الحلقه السابقه. طيب لو طلع نورمال الهيلوين جاب يعني الصوديوم طرحت منه مجموع كلوريد والبايكربونات تقريبا 10، يبقى انا نورمال الهيلوين جاب. يلزمني ايه لابوراتوري انفستيجيشنز عشان احط ايدي على الاسباب؟ ما احنا قلنا لو طلع نورمال ايون جاب بنفكر في ليست اسباب اشهرها الدايريا وار تي اي يعني اكسترا رينال ورينال كوزز. هعمل ايه خطوات؟ احنا في الهاي ايون جاب قلنا نحسب اوزمولار جاب ودلتا للدلتا. هنا هنحسب هنبص على اليورين. اليورين هنحسب فيه حاجتين الانايون جاب والاوزمولار جاب وهنقول فايده كل واحد منهم ايه. فاليورين ايون جاب بتحسب ازاي؟ بقيس في اليورين الصوديوم البوتاسيوم والكلورايد، مجموع الصوديوم والبوتاسيوم ناقص الكلورايد ده بيحدد لي الانايون اليورين انايون جاب. ايه فلسفته؟ الانايون جاب هيبقى نيجاتيف لو الامونيوم زاد، لان الامونيوم لو الكدني بتسكريت امونيا عشان تاخد معاها هيدروجين ايون تبقى امونيوم، الامونيوم هينزل معاه ايه كلورايد. يبقى لو الامونيوم زادت في اليورين هتاخد معاها كلورايد فهتخلي اليورين ايون جاب ناحيه الدايريه ناحيه النيجاتيف. طب ده بيحصل في حالات ايه؟ في حالات الدايريه، لان الدايريه هيبقى فيه فقدان، هيبقى فيه الجسم هيحاول يعمل كومبنسيشن لان فيه اسيدوزس فيحاول يتخلص من الهيدروجين ايون، الكدني تحاول تتخلص من الهيدروجين ايون بجنريتنج امونيا، والامونيا تاخد هيدروجين ايون يبقى امونيوم يبقى معاها كلورايد يبقى ده نيجاتيف ايون جاب. يبقى حالات الدايريه معاها نيجاتيف ايون جاب. لكن افرض الكدني نفسها فيها خلل، الكدني فيها خلل لا تستطيع السكريشن الامونيا، يبقى الامونيا هتبقى قليله، الامونيوم قليل يبقى مجموع الصوديوم والبوتاسيوم في البول هيبقى اكتر من الكلورايد لان الامونيوم ما نزلتش بتركيز كويس، فبالتالي هناك رينال تيوبولار ديفكت او رينال تيوبولار اسيدوزس. يبقى حالات الرينال تيوبولار اسيدوزس هلاقي الانايون جاب ايه بوزيتيف. يبقى لو حسبت اليورين ايون جاب ولقيته نيجاتيف يبقى مع اكسترا رينال كوزس، لو لقيته بوزيتيف يبقى موستلي بنسبه 90% دارية تبقى أسيدوز. هتتبقى نسبة بسيطة هشرحها وهقول ليه احنا بنعمل الأوزمولار جاب في اليورين علشان القصة النسبة البسيطة دي. اليورين أوزمولار جاب بتحسب ازاي؟ انا عندي اليورين أوزمولاريتي بتحسب بقوله لو سمحت بميجرد في المعمل، فتبقى اسمها ميجرد أوزمولاريتي ودي بتتراوح من ارقام قليلة على حسب الديلوشن الارقام عالية جدا 1200 مزمول بر لتر لو في كونسنتريشن. انا بحسبها بالمعادلة يبقى اسمها كالكوليتد. المعادلة بتقول اليورين اوزمولاريتي 2 في مجموع الصوديوم والبوتاسيوم، احسب الصوديوم والبوتاسيوم في البول واجمعهم على بعض واضربهم في 2 زائد اليورين هنا يوريا نيتروجين على بالملي جرام على 2.8 عشان احولها بالملي مول، ولو العيان دايبيتك وفي جلوكوز في البول هقيس الجلوكوز واقسم على 18. يبقى ده في النهايه اديني ايه كالكوليتد اوزمولاريتي. الكالكوليتد اوزمولاريتي اطرحها من الميجرد اوزمولاريتي اللي في البول اللي متقاسه في المعمل هيطلع لي اليورين اوزمولار جاب قيمته ايه؟ بقسمه على 2 بيديني معامل الامونيوم سكريشن، لان قياس الامونيوم في اليورين از فيري ديفيكلت. بحسبه ازاي؟ بقسم الاوزمولار جاب على 2 يديني الامونيوم، لو فوق ال 100 يبقى معناها ان الكدني بتفرز امونيوم بشكل كويس جدا. تعالوا طبعا الصوره ديت من رحله جنوب افريقيا، دي البطريقه اهيت عند المحيط. هناخد مثال اهوت، ده طبعا انا مش كاتب هنا ايه بلاد جازز، انا كاتب انايون جابز تو كيسز. هنا مستر ار اي وده ريفرنس موجود تحت اول، ده سنه 74 سنه، ديفلوب جنرالز ويكنس وين هي ووز 68 يير اولد، ورك اب ات ذات تايم ليد تو دايجنوس اوف مايثينيا جريفز، فايموما واز نوت سين اون ا كومبليتد كومبيوتد توموجرام سكان، هي ووز بيجان اون باي ريدوستيجمين اللي هو الميستينون with marked symptomatic improvement. Recently,
However, his condition deteriorated and became much weaker. He also developed bilateral ptosis, difficult swallowing his secretion, and dyspnea. يبقى الكلام الكلينيكال. تعالوا بصوا الأرقام وسيبك من القصة دي كلها. أنا الهدف من القصة دي هربط الكلينيكال هيستوري بسبب اللي يحصل في الأنيون جاب. أنا عندي نص صوديوم 145، البوتاسيوم 4.1، الكلوريد 122، البيكارب 32. لما بصوا لهذه اللابوراتري بارامترز طرحوا الكلوريد والبيكارب يبقوا كام؟ يبقى ده 124 154، مجموع الكلوريد والبيكارب 154 وده 145، يبقى الانيون جاب هنا بالماينس. وفي حاجه اسمها ماينس انيون جاب، فديت يبقى اذا ده غير اللي احنا قلناه خالص في المحاضرات السابقه. ممكن يبقى الموست كومن كوز للنيجاتيف سيرم انيون جاب هو لاب ايرورز. لكن هل هنا في لاب ايرورز في الحاله دي؟ الحاله دي بتقول ان العيان بياخد ميستينون، وعشان كده حطوا اسئله يا ترى سبب نيجاتيف انيون جاب ايه من الاشياء دي؟ بروميزم، سلسليزم، مالتو مايلوما، هايبر كالسيم. عاوز اقول السلسليت انتوكسيكيشن احنا قلناها في الاسباب العيان انيون جاب، لكن ممكن تعمل لي نيجاتيف انيون جاب وتعمل لي لو انيون جاب. فعشان كده العيان لما يجي في الاستقبال كوماتوز ولا ديستربد ومش عارف تاخد منه هيستوري وفي نيجاتيف انيون جاب احسب له السلسلات في البلاد. لكن الحاله ديت ما كانش سلسلات انتوكسيكيشن، ده حاله بروميد انتوكسيكيشن. ايه موضوع البروميد انتوكسيكيشن ده؟ البروميد ده احد الكومبوننتس اللي موجوده في الميستينون او البريدستجمين. انا عندي نورمالي اهوت، ده الكلوريد 100، البيكارب 26 يعني، فيبقى الانيون جاب هنا 14. انا عندي لو هو فيه بروميد 5، لو البروميد 5 هنا اتضاف على الكلوريد هيديني الانيون جاب المفروض يبقى عالي، لانه نركز بس بعد اذنكم في الكلوريد بروميد بويزنينج. انا عندي البروميد 5، افرض عندي البروميد 5 مول لمول بير لتر والكلوريد 95، البروميد ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ده نيجاتيف وخد حته من الايه من الكلوريد. المفروض لما اجي احسب الانيون جاب يطلع الانيون جاب كام؟ عالي، من 14 ل 19 اهو، يبقى الانيون جاب طلع ايه؟ عالي. لكن المساله ما بيحصلش كده، ده اللي بيحصل ان البروميد بيتحس على انه كلورايد، فالكلورايد بدل ما يطلع 95 بيطلع 120. بيطلع 120 ليه؟ لان كل واحد من المول من البروميد ما بتقاسش واحد، ده ممكن يتقاس خمسه. يتقاس خمسه يبقى 5 في 5 ب 25 ضافوا على الكلورايد، يبقى عمل لي سودو هايبر كلوريميا. سودو هايبر كلوريميا ليه؟ لان العيان ما عندوش هايبر كلوريميا، والجهاز هو اللي بيحس البروميد كانه كلورايد. يبقى اذا لما نلاقي نيجاتيف انيون جاب ممكن نفكر في برومايد اندوكسيكيشن. طيب الحاله دي حاله جميله جدا، ده ست عندها 19 سنه وتولوين ابيوزر، والتولوين بيستخدم علشان يعني تعمل يعني تبقى حاجه كده مود ودماغ وحاجات زي كده. ووز ادميتد تو، هي دخلوها المستشفى عشان بروجريسيف ورس انجراز ويكنس. التحليل اهي، انا المفروض ان احنا قلنا النهارده الاسيد بيز ديستربنس، انا عاوزين نبص على البايكارب. البايكارب فين؟ 10، البي اتش 7.1 والبايكارب 10، يبقى ده حاله ميتابوليك اسيدوز. هل هي ميتابوليك اسيدوز كده خلاص؟ لا، نفصصها مع بعض. هنفصصها مع بعض عن طريق الاتي. الايون جاب لو حسبناه يطلع 21، يبقى ده حاله هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوز. دلتا الايون جاب 9 ودلتا البايكارب 14، يبقى دلتا البايكارب اكتر من دلتا الايون جاب، يبقى في نورمال ايون جاب كومبوننت موجود مع الهاي ايون جاب، وده ممكن يبقى هنا توبا اسيدوزس او دايري. طيب بعد كده البس او 2 طالع في المعادله دي 35، والمفروض البايكارب 10، 10 في 1.5 ب 15 زائد 8 يبقى 23 زائد 1.5 2 يبقى من 21 ل 25. ايه اللي خلاه 35؟ يبقى اذا اللونج از نوت كومبنسيتنج وريتيننج سو او 2، فيبقى ده ريسبيتوري اسيدوز. يبقى انا عندي البي اتش 7.1 فيري لو علشان ثلاثه كوزز للاسيدوز، هاي انيون جاب اسيدوزس زائد نورمال انيون جاب اسيدوزس زائد ريسبيتوري اسيدوز. حلو الكلام. طيب انا قلنا نورمال انيون جاب كومبوننت موجود، عاوز اعرف دي ار تي اي ولا ظاهريه، يبقى لازم احسب اليورين انيون جاب بابلاينج في المعادله. اليورين صوديوم اللي عندنا 42 وبتسم 38 ناقص الكلورايد اللي طالع 65 هيطلع الرقم بتاعي زائد 15. احنا قلنا ما يطلع زائد 15 ده بيشير ان الخلل في الكدني،
لانه لو ضيارية يبقى نيجاتيف. طيب هل الخلل في الكيدني فعلا والامونيوم ديفكتيف؟ لازم اقيس الامونيا، ما بنعرفش نقيسها دايركت، بنقيسها عن طريق ان احسب الاوزمولار جاب. هنا لما عملنا المعادله عشان نشوف الكالكوليتد يورين اوزمولاليتي، 2 في الصوديوم زائد البوتاسيوم بنعوض، زائد اليورين نيتروجين 2.8 زائد الجلوكوز 18، طلع الرقم 173. يبقى الكالكوليتد يورين اوزمولاليتي 173، الميجرد هنا في المعمل 610. نطرح 610 173 يديني اليورين اوزمولار جاب 436. نقسم ال 436 على 2 هيبقى 218، يبقى ده اكتر من 100 ودع اكتر من 200 حتى. يبقى الكيدني بتستطيع افراز الامونيا بشكل كافي جدا، يبقى دي مش حاله رينال تيوبال اسيدوز. امال ايه اللي خلى الانيون جاب بوزيتيف ومفيش ار تي اي؟ لانه التولوين اللي هي بتستخدمه بيبقى ميتابولايز الهيبيوريت وبنزويت، وده لما بينزل في اليورين بياخد معاه صوديوم، هياخد معاه صوديوم في اليورين يبقى زود، يبقى انا مش امونيا مخ كلورايد، لا ده انا بنزويت وده صوديوم معاه، يبقى اليورين انيون جاب هيبقى ايه؟ بوزيتيف. طبعا الجرايز ويكنس لان البوتاسيوم كان قليل جدا، يعني لو وصلنا للارقام اهيت البوتاسيوم راح فين؟ البوتاسيوم في السيروم 1.5، بوتاسيوم 1.5. يبقى احنا صح ما شرحنا لكوش الهايبوكاليميا لسه، لكن الهايبوكاليميا هنا مقدمه على علاج الايه؟ الاسيدوز، يعني لازم ادي بوتاسيوم كونسنتريت، والا لو بدات بالبايكارب هيعمل مشكله كبيره جدا والعيان يتحط في كريتيكال سيتويشن. الى هنا اكتفي بهذا القدر، واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.